لو ضحكت اغني. يا جماعه ده عقاب فيديو النهارده، واللي قاله لنا كريم السعيد، واللي حرفيا الكومنت بتاعه واخد لايكات اكتر من الكومنت بتاع اللي معمول له فام بن في الكومنتات، والله العظيم. ايش ماشي مش هنسهلك. بيقول ايه بقى كريم؟ عقاب الفيديو الجاي لو ضحكت على 6 فيديوهات تنزل فيديو قصير وانت بتغني فيه اي اغنيه. اوكي، فده عقاب فيديو النهارده. لو ضحكت في 6 فيديوهات، يعني لو وصلنا ل6 فيديوهات ضحكت فيهم، هغني في اخر الفيديو اي اغنيه بقى، احتمال تبقى انجليزي عشان انا بارع في الانجليزي. ايه بارع ده؟ بارع في الانجليزي. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. قبل ما نبدا بس ايه، عايز اقول لكم حاجه مهمه، يعني ان كتير قوي منكم فاهم غلط. ناس كتير قوي منكم فهمت ان الفيديو اللي فات بتاع اصعب لعبه ده وتحدي اصعب لعبه دوت ان هو تحدي 700، مش عارف فهمتوها ازاي دي، ولا انا قلت اي حاجه ولا الكلام دوت. ناس كتير في الكومنتات بتقول يا مروان ايه التحدي الوحش دوت، ده تحدي 700 دوت، لا مش عايزين كده. انا ما قلتش كده اصلا، ده مش تحدي اصلا يا جدعان. وانا قلت قبل كده ان انا لسه بحاول اظبط حاجه يعني تحصل التحدي 700، وان شاء الله ان شاء الله تحصل. فاحتمال ان التحدي 700 دوت يتاجل شويه، يعني مش هيتاجل كتير، يعني مثلا ممكن يتاجل مثلا اسبوعين ثلاثه، يبقى بعد العيد حاجه زي كده يعني، لحد بس ما اتاكد ان كل حاجه تمام. لو اللي بخطط لوت ما حصلش نشوف تحدي تاني بقى من التعليقات بتاعتكم. فاكتبوا تحت في الكومنتات تعليق بتحدي للفيديو الجاي بتاع تحدي الضحك وتحدي 700، بس والنبي فرق ما بينهم عشان اعرف. بس المهم هنخش النهارده نشوف الفيديو اللي بعتينها لي، وربنا يستر ويا رب بس تعجبكم. المهم يعني قبل ما بس اللي تعمل لايك عشان مش شغل الجرس، ونقول الانترو اللي بقى لنا 5 سنين نسينا، ونقول ايه الاخبار يا شباب معاكم وبس كده. يلا بينا نبدا يا جماعه، نبدا. انا عاجبني الفيديو ده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. No, it's not always about the ooh or the arara or the onita. ده في ايه؟ Sometimes it's just about the etsikaki etsikaki kaki 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 maki etsikaki etsikaki kaki 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 maki. Hey. Woah woah woah. وانت يا نار ابيض، وانت لسه عايش؟ توقع طيب يا جدعان، الحاجات اللي بتخضني فجأة، يعني فاهم يعني ايه اللي يعني الفيديو يمشي في اتجاه فجأة يعمل مارشدير، فاهم؟ يرجع عكس. يا رب واو واو. بصوا اللازمة رجعت لي تاني، اللازمة رجعت تاني. يمكن واحد من ستة، واحد اول ضحكة معانا، اول ضحك. اللي بعده نخش على اللي بعده، ربنا يستر. بيقول لك انا لقيت ده ايه ده؟ هيبقى في بلوت تويست دلوقتي، بس هيجيبوا حد تاني بمصريين، هيجيبوا مصريين دلوقتي. لا اله الا الله، ده نهار ابيض العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ماشي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما ضحكناش بس هو اوكي. ايه ده؟ انا حاسس انه بنت برضه، مش ما اعرفش. اللي بعده ايه بقى؟ هي ايه ده؟ كلب. لا ايه ده؟ لا لا لا، خد سمبوسه. ايه ده؟ هو قال له ايه؟ خد سمبوسه. استنى كده يا جماعه، لا لا، خد سمبوسه. هو ايه ده؟ هو ليه قالها كده والله؟ خد سمبوسه كابتن. لا خد سمبوسه، ضحكتني. خد سمبوسه تاني ضحكه. سمبوسه ماشي يا عم خد سمبوسه ماشي. اتنين ضحكنا ضحكتين. لا نركز بقى عشان ايه، احنا بنخسر وهيبقى منظرنا وحش في الاخر. ربنا يستر. ايه ده واحد بياكل سلحفاه ده ولا تمساح؟ ده تمساح ده ولا ايه والله؟ يعني نخش شوف. ايه ده؟ دي سلحفاه. ترسه. ايوه ايه؟ خش. انا في حاجه تحصل تقول ايه؟ يا نهار اسود، انا خبطت صباع رجلي في الو، انا خبطت صباع رجلي في البتاع اللي تحت. هو ايه ده؟ ده قرموط طلع صح؟ في قرموط طلع من تحت الميه. هو ايه ده؟ لو بص دخل ايه؟ السلام عليكم. دي مش ضحكه. لا ما تحسبش، ما تضحكش، انا ضحكت بعدين، ده انا ضحكت نفسي. ما تحسبش، دي ما تتحسبش. انا قلت لكم انا ضحكت بس. اللي بعده صوتي اللي بسمعه. الله. هو ليه فكرني باللي هيحصل في اخر الفيديو؟ والله يعني مش عارف، انا متخيل صوتي هيبقى كده في اخر الفيديو فاهم، بس صوتي في الحقيقه يا جماعه هيبقى اوكي. انا ليه دخلت في التحدي ده والله العظيم؟ انا كده تمام، تلات ضحكات صح؟ تلاتة او اربعة مش عارف. اللي بعده. ايه ده يا سمعة؟ الله يا سمعة. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ سمعة هياكل الناس. عاش يا سمعة.
نهار ابيض ده كفايه كده ده حلو قوي كده يا نهار اسوح يا سمعه يا سمعه كان ماشي كويس والله راح مقلوب على الناس ايه ماشي هو ليه الفيديو طالع كلها بتخض ومفيش حاجه بتضحك قوي يعني اوكي ده مصلحتي الصراحه ده مصلحتي الحمد لله اللي بعده اللي بعده سيده تهنئ الامير الوليد بن طلال بفوز الهلال تمام الله يجزاك خير ايه ده وين عبير عبير يمين انا اعطيه سياره ما شاء الله انا علاء اوكي انا لازم انا اتصدمت اتصدمت في الاخر بس الحته في الاخر انا علاء دي وانا عبير فاهم ليه اللي ضحكتني يا ريتني كنت انا يا اخي والله يا ريتني كنت انا اروح اسلم عليه واقول له مبروك الفوز يدينا عربيه انا علاء يلا اللي بعده نشوف اللي بعده نشوف اللي بعده زي ما احنا دلوقتي ايه اربع ضحكات فده ضحكتين لو لبسناهم يعني هنغني اوكي نخش على اللي بعده نخش على اللي بعده ده ماتش كوره تقريبا بسم الله الرحمن الرحيم احنا قررنا ان احنا نشتري كل الكتاكيت اللي في السوق هنربيها الكتاكيت تكبر هتبيض البيض هيفقس هيطلع كتاكيت الكتاكيت هتكبر هتبيض البيض هيفقس يطلع فراخ ونفضل نفقس ونبيض والفراخ تبيض ونفقس مشروع يجنن تمام الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي بعده اللي بعده بيقول لك علشان تترقى في الشغل ايه بقى هنعمل ايه بقى قول لي اعمل ايه كل المطلوب منك دلوقتي ايوه انك تتحول الى يهودي فعلا تروح كل الاماكن اللي بيروحوا فيها اليهود شويه شويه تخش وسطهم لازم تبقى يهودي متدين كمان الحمد لله يا رب كده احنا كام كده خمسة خمسة من ستة او تمام احنا ستة بس احنا خليها خمسة عشان مش عايز اغني انا مش عايز اغني ويه نبلع يا جماعة انا بصور بعد الفطار تمام ما حدش يقول لي انت فساطر والكلام دوت فاهم هتقول لي برضو انا عارفة هيقول لي برضو انت فاطر اللي بعده اصدقى للاخر ايوه بس كده يعني ما بقاش باين فين مكان الرابطة تمام اهي وسهلة وبسيطة وهتتفك منك في اقل من ثانيه ما تعملهاش بقى انا كويس انا كويس انا كويس انا حاسس ان شفتها قبل كده حاسس ان شفتها قبل كده عشان كده كنت متوقع ان اللي هيحصل بس الحمد لله الله العظيم الواد عنده صلاح مع النفس ابن لذين يعني ما شاء الله بيقول لك لما تشرب بيبسي وتكتشف انه عرقسوس ايه ده لا عادي 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 ما فيش حاجه ضحكتش ما ضحكتش ما ضحكتش انا بصوا هنشف ريقكم على اخر ضحكه دي ربنا يستر ربنا يستر بس ايه ما نخشش ونلبس في حاجه يا جماعه انا ماسك نفسي ان شاء الله ومش هضحك ايه ده في ايه وفي ايه يا جدعان انا الحاجات اللي في الاخر دي بتضحكني ده اسامه نصين لبسنا الست لبسنا الست لبسنا الست ماشي نشوف بقى اخر فيديو معانا اللي احنا اوريدي لبسناه خلاص يعني لبسنا للتحدي حسبي لو نعمل اكيد عارف ايه اوحش من الفقر ايه الفقر عشان كده عملنا لك كومباوند سوبر اليت بيست كومباوند ايه ده خليك ما تتعاملش مع ناس مش من طبقتك الاقتصاديه المفضله ايه ده في ايه ملايين عشان ما تعيش فيها وتستثمرها فتبيعها لواحد ملايين عشان ما يعيش فيها ويستثمرها ايه ده في ايه لو قررت تعيش في كومباوند سوبر اليت بيست كومباوند هتستمتع بجرينك اللي عمرهم ما هيبطلوا خناق او تصليح في الفيلا بتاعتهم بس الحق واشتري بسرعه قبل ما ناس اغنى منك يشتروا كل ده وفي ايه تضطر تستنى لحد ما نعمل كومباوند سوبر اليت بيست كومباوند 2 ادفع كاش دلوقتي في ايه والله شكرا هو كان بيتريق يا جماعه على حوار الكومباوندات اللي بتطلع في الاعلانات ده بس مش ما ضحكتش الصراحه ما ضحكتش وانا لبست كده كده انا لبست يعني جاي مش هضحك دلوقتي مش ده كان يبقى ماشي المهم واضح كده انا لازم اغني اجيب كاريوكي يا جماعه نغني عليه انا لقيت الاغنيه يا جماعه انا يا جماعه هغني اغنيه تايتانيك بحب الاغنيه دي الصراحه وانا لبلب في الانجليزي فايه يلا بسم الله الرحمن الرحيم محدش يضحك استنى استنى جد بجد every day لا every night sorry sorry يلا يلا every night in my dreams I see you I feel you you that is how I know you go far انا مش هقدر اكمل انا هكمل الكوبليه ده وخلاص ماشي and the space between us you have come to show you gone near far where you are I believe that the heart does go
لا كفايه 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 صوتي الجرح صوتي الجرح وانا خايف على زوري. حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا ستوب اودي وشي فين انا مش فاهم واسك يا شباب ده كان فيديو نضرب يكير فيديو عابكوا حسبي الله ونعم الوكيل كريم وضل عظيم. المهم لو انت عندك تحديات زفت تانية اكتبها تحت في الكومنتات للفيديو بتاع تحدي تحت الجاي وبرضك فكر في تحدي ال 700 اوكي ربنا يستر هتقول لي غني بقى عشان مش هغني وبس كده حسبي الله ونعم الوكيل. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشارك مشترك وتشغل الجرس كانت في ناس كتير جدا عايزه طالبه مني مودات لجي تي ايه ان شاء الله احتمال الفيديو الجاي او اللي بعديه يبقى مود لجي تي ايه ان شاء الله يعني قولوا ان شاء الله. المهم شكرا لكم جدا 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 على الدعم بس تابعنا على السوشيال ميديا انستغرام وتويتر هوم 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 وبس كده اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. واه جود باي.